يوش انا بس اتوترت من الله. يوتيوب انا اسماء هذا حسنى. اخر مرة عجبتكم مقطع شين فالجزء الثاني ممكن في جزء ثالث رابع خامس البيت حتطفش مننا. هذا مرة مميز yes. لانه سألنا شين يسألون لنا اي شيء اي بضاعة كذا ارموها يختارونها عني. وحنا نشوف المقطع هذا لا احنا نعرف ولا انت تبدأ فحنا زيكم ذا الحين انتوا متحمسين زي احنا متحمسين. هذا مرة بوكس كبير اكبر من اخر مرة. شوفوا من كبر البوكس انفقص. شوفوا انفقص. شوفوا ترى انا يا والله انا فتحت مرة ثانية ابو ما نفتح غير نفتح مع بعض هذا في هوا سوا هوا حنسوي ثمنيل هذا اهم شيء في الحلقة اهم من حلقة نصها the hell متحمسين؟ ما حنطول معاكم نبدا احنا نقول الكودنا زي اخر مرة A H 2 مرة بذوقها حلو يا رب اتارا واو مرة كثير اوكي 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 انه هي تفهم مو كل شيء اللبس قال عادي ارسل لكم شيء غريبة قلت يا امي ابص راسك هذا هو جاب المقطع تكون غريبة الزعلة لا تنسون هذا شو في قبل يحطوا لايك ايش تو لا قبل خليهم يحطوا لايك مو بالنهايه بقى. حطوا لايك ابي احط لايك تيجي هذه تخربكم من وجهك ما حيسوي لايك امزح امزح وانت شو ما اعطوني السؤال Ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't قص هذا رقم قص جو اخذ اللي قدام اوه شنطة شنط بيضة اول مرة يكون عندنا شنط بيضة لانه امي حتخنقها امي ما تحب اشياء بيضة عشان تفسخ مرة حلو امبيه واو والله احبها يا اخي يا اخي فزع والله شنو تشوف الجزء الثالث اوف 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 ناسبين مره ذي الدرجه ايش اسمه؟ يا ربطة حلام مره مربي. ما شاء الله خلاص هذا لامي شكرا قالوا ما تلاحظوا احنا لابسين حق شي ان حق مقطع اللي قبل شيت انا المزج اللي 150 150 200 200 فهمت شيء يبيعون بضاعة مرة واحد في العالم هذا محرم شيء ايوه محرم بيج الوان اسيتيك متحمس يا احب المفاجات جابت اثنين يا اخي تتمنى طبعا تخيلوا انه هنا يعني تخيلوا هنا كل ما نقول ابوي يعلق علقوا علقوا ما عنده وقت يعني. ف اعتبرونا حطي صورة كاب اسود لانه عم مره تحب كاب ايوه حركات الله يرحم عليها يا حيوان يا كلب است على وجهك لن يجيك ترى بذبح كيف كيف الخرم هنا؟ شوفوا عند الإبط هنا يكون واسع شوفوا وأول مرة أشوف ستايل هذا مرة حلو تعرفوا واسع وبعدين هنا يكون ضيق تعرفوا ستايل هذي؟ اللي ينفع تفكونه وكذا ينفع تقفلونه بعد طبعا ياه مو خفيف دايما تكون لما اللبس كي تكون خفيف هي الجودة بعد قماش زينة مرة تكفين جنس انا ما احب جنس ترى مو جو ولا جنزات تخيلوا جنس بس هذا الجنس جنس واسع انت تحبيها تحس سكيني جنس والله احب خدي احب غلط معليش تكفين هذا احس
مقاس لان عندي كرش. مره شكر يا رب عطيتي سكلين عشان نقدر نطق من الزوم. ام كامل نوبا ابا والله حلو عجبني عجبني والله عجبني ما شوفوا شوفوا كيف ايه بوكت سوداه بوكت كبير طلعنا واحد او ماي جاد ناعم مره حلو ادري انه ردة فعلا مره بس هذا حق يعني ما شفت شيء ما شفت شيء وكمان هودي او ماي جاد مره هذا قدامه جاكيت في هودي وكمان بوكيت مره كبير تعرفوا بيجيكم جاكيت حلو بس انه يكون البوكيت مره بوكيت صغير هذا بوكيت تقدر تدخله بيتك يا رب جابت اثنين كمان بويا هذا الطقم الليلي صحيح صحيح توتباك 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 تكفين قومي قومي وني قومي 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 حلو يعني كل شيء على حق الجامعة مو بس جامعة طبعا طلعات عادية أحسها حلو مرة تحلي ستايل عندكم أمبي أنا مرة كان نفسي بتتبك كذا هاي نوعية إذا حبيت تحسي كله كفجر ما في شيء غريب والله كنت حاسة بتجيب ماكينة ولا شيء فتر ها فتر تدرو قماش الخوخ جوخ 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 هذا كتزيك التال بس القماش يجي بس كذا حسنا هذا بيتجمع فيه كائنات مخلوقات بقول حقيقي لا كنت صريحين هو حلو ستايل بس القماش نفسها شايفين النوع القماش ايه بتتجمع فيه شعر واشياء وكذا تنزل شعر تنزل ثاني مرة صعب ببالكم كذا تشيلونها فهمتوا فما ادري فوق منها اسود تجي كل شيء يمكن البس المره وخلاص ينفع نقول كذا ثانك يو ثانك يو بعطينا اخوي ها ايه ده دقيقه لانه هو ايه ده وربي ما تستهبل لما قالت عادي اعطيكم شيء غريب ينفع اعاده تدويره هذا امي تدري تحط سمك فيها مو بحسن ما هذا حتى بتشيل بسهولة مندي ما تمزح والله يسوي حوض في السمك وين يو تاكل بقى ماي باك والله امي بتقعد تضحك اخر الزبد شطه بلاستيك والله بتضحك انت اللي في الايوة انا ما تشوف الدرع مو معنى عينت الدرع مرطقين اجب القماش لا تكفو لا القماش واحد يكفي نحطس كل شيء طقمين الصوت يضحك سميها ثانية لا هو مرة يضبط ما حد يضبط وقالت حطيت لا 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 ها بعطي لأختي شكرا شين هذا كله لوحة تعرف اللي يرزو طبعا طيب ذوقها حلو والله ذوقها تجنن مرة حلوة
والله مره مريح صحنه مره يجنن. للتسويق والله يجي انت اللي يجي. اللي تبغى تطلبه لا تطلبه من شعر، اطلبه من دازي. كبر اقول لكم دازي تيشيرت. جودتها حلوة مرة بارد والله ما امزح بارد. توكي ميكا نيجا سامنيتا نا اوضا اوضا حاجر النيرا. صبارة الستايل غريب بس فنتج. او ماي جاد اقدر بس او ماي جاد حسني كول حسني كول اقدر اشوف نفسي والله مراد. قلت لك انه في تراكمنا حلو شايفين والله مره فخام فخام. او ماي جاد سوكس هيد. ايوه شوفي مره حلو. اكسسوري مش سمبل. كيف تعرف انه هنا نحط سمبل؟ شافنا هي اكسسوار هنا بس حنحطها هنا بيدنا. ما احلى داني تبتي سموسي. شفت كيف نعومة البنات. لانه ايش فايده؟ شوفوا دحين لما تلبسوا تي شيرت قصيره قصيره تلبسوا السوكس يغطوها جميل قماش يعني مطاطي حلو قماش جديد علينا انا. هذا تي شيرت كانه كلاسيك في الاسم كالون تحرف الكاف المهم صوتك كل شيء كل شيء. انا خفت قلت ايش ذا الكائن الفضائي ذا. بس هنكمل كذا. انت مره كيوت. تيشيرت الدجاجة علي من البسها الربع ايش فيك. واحدة لبستها ايوه never give up give up no 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 I won't give up yes extra احب اكس لارج عشان عورتي. شو الشيء اللي السات اللي كنا بنشتريها في شين اريد طالبتها. بلوزه مره مريح والله مره مريح لانه طالعين ايمو ولا شويه هذا ولا شويه هذا ما ادري كيف زخبط في زخابط لخبط لخابط محمل محمل بس الله يعني دخل احنا شخب احنا ملخبطين في يومنا. الفنطلة هذا الشيء حمزة ترى تعبت اسوي الثاني من هاد تسوي لي زي كذا ونو باقي كيف صح
هذا آخر شيء. ها؟ ندري إنه هذا قلادة، أوكي، بس حنسويها أكسسوار شوية. توريا توري كاكارا. شوف كيوت. ده ميدالية نحطها مع لكة. ليش لا؟ أيوه. وهنا احطها هنا. اها ادري ان هي يمكن تكون لوحدها بس والله نيكو 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 وببكي من الكياطة. طفش عايز تتس لا لا تقول تبي جزء ثاني كت خلاص ما في جزء ثاني ايش اذا عجبتكم المقطع لا تنسون اللايك سبسكرايب وشير خبرونا اذا حابين الجزء الثالث ولا تنسوا كودنا AH2 يخصم لكم 15% 10 ريال تدروا 10 ريال ايش يشتري كرامتك اوف Bye.